اعتقد بان الكل يتفق على ان هذه المباراه مباراه مهمه للجانبين العراق او السعوديه، فلذلك راح نكون على موعد مع الوصول الى الدور نصف النهائي اذا ما حققنا النقاط الثلاث في هذه المباراه. توقعك ايش قد راح تكون النتيجه؟ يعني ممكن تكون 0-0 يوم غد. انا امنياتي للمنتخب السعودي بلا شك، ولكن اذا فاز العراق يستحق الفوز ونتمنى له التوفيق، لكن كتوقعات ونظره فنيه اتوقع انها تميل لل التعادل الإيجابي. أداء المنتخب العراقي الصراحة كان مع عمان يعني كان أداء تكتيكي بحت، حيث أن الواحد ما يستقبل أي هدف، خاصة المباراة الأولى دائما الواحد يريد يطلع منها بدون خسارة يعني بدون هزيمة. أنا أتوقعها يمكن تعادل، لكن يمكن العراق راح ما يفوت الفرصة هذه. نوعا ما المباراة ستكون صعبة، خاصة أن العراق مطالب بالفوز والسعودية يعني تخدمها أي نتيجة خاصة التعادل، فالمباراة صعبة. أتوقع أنها تكون تعادل أو فوز العراق 1-0. أتوقع أن الجمهور العراقي مميز طبعا، وأكيد راح يعزز كثير من قوة اللعب المنتخب العراقي، لكن أنا أتوقع 2-1 لصالح السعودية. أي مصرة.